السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صفحتنا صفحة اليوم حتى الصفحة ما تجي صفحة أسرار التوحد وأسرار الصحة العامة. أرحب بكم في هذه الخاطرة. اليوم نسلط الضوء أو نتكلم عن موضوع العناد. وكثير من الإخوة يسألوني ابني كلش معاند، وطبعا العناد ممكن يكون عند الأطفال، ممكن يكون عند البالغين، ممكن يكون بين الأزواج، وممكن يكون يعني جزء من شخصية الإنسان، ممكن يكون سلوك يعني مؤقت. فالعناد ممكن يكون اضطراب وممكن يكون سمة، فهو مختلف بشدة. عادة لازم نركز، بس أتمنى من بعض الأخوة بس يأكدون أن الصوت جيد. وهم نرجع على موضوع الحجز، والله اخوان الحجز موجود بس ما نقدر نستوعب عدد اكبر، بس اعطوني مجال. هسه احنا اليوم عندنا باكر غير نمشي العالم، والله ما اعرف، ما اتمنى انه ما ننحاد عن موضوع الحلقه او موضوع الخاطره العناد. موضوع جدا مهم ومتعب كثير من الناس في سلوكياتهم، سواء هم المعاندين او اللي يتعاملون وياهم. الحقيقة الخلافات بين الناس كلش ممكن أن تكون بسبب فروقات شخصية وما بيها ربما يعني أسباب يعني نيات مبيتة، وبالتالي لها علاقة بطبيعة اختلاف الجهاز العصبي المركزي وما ترتب عليه من سلوكيات. الكثير منها يكون بدون قصد لكن يؤدي إلى سلوك مزعج ومتعب للآخرين. من السلوكيات اللي مزعجة هي العناد. بصورة عامة هناك نوعين من العناد، أنا بتقديري ممتاز عشتكم الصوت جيد. العناد نوعين، نوع يعني يستمتع فيه المعاند ويكون غالبا سريع الانفعال، يعني كثير التشكي وكثير يعني الاختلافات مع الناس. هذا هو واحد من انواع العنادات اللي عادة يكون هو الجوهر لاضطراب معروف بالopposition defiant disorder او اضطراب اداء العناد والتحدي، او اضطراب العناد والتحدي. هذا اضطراب معروف يصيب الاطفال ويصيب ايضا حتى البالغين، فيكون جوهرة العناد والتحدي ومثل ما نقول الخباثة، يعني يضوج يعاكس ياخذ اتجاه الآخر. وطبعا له سمات كثيرة، وعادة يكون هذا الشخص في الغالب يكون عنده خلفية بفرط الحركة وتشتت الانتباه، أما حاليا أو سابقا. وعادة يكون واحد من مضاعفات فرط الحركة وتشتت الانتباه، الشخص اللي عنده زيادة حركة وكثيرة كلام وانفعالات ضابة وتموج عاطفي، يصير عنده بعدين إذا أسيء التعامل معه وتعامله وياه بالعنف والشدة والإهمال والإقصاء وتقليل الشأن وتقليل الثقة بالذات المتكرر والضرب أو الملامة، غالبا ما ينتهي بالعناد وداء العناد، حيث أننا يعني نعزز السلوك العنادي من خلال السلوك الشديد والخشن معه أو المؤذي. فالتعزيز لأن هو عادة عندما يعني يستفزنا وإحنا نتعارك أو نأذي أو نصيح أو نضرب، فهو يعني يصير عنده لذة بسبب إحداثه لهذا هذه الفوضى أو هذه المشكلة، فينفرز عنده دوبامين، ينفرز عنده بعض الموصلات اللي دائما تحفز مركز المكافأة عنده، وبالتالي يعني ننتهي بمشكلة كبيرة حيث أنه يستمتع بذلك العناد، وتكبر مشكلة العناد حتى تكون صفة ملازمة ومن الصعب بعدين علاجها كلما إلى لحينا أو استخدمنا أساليب فيها عنف. هناك عناد آخر مختلف عن هذا العناد المبني كثيرا هذا خلي هذا وجدني المبني على عدم التفهم.
لهم. العناد المبني عند صعوبات التخيل. هناك طبعا الأول يكون عادة رفيق الشخصية الاندفاعية الحركية أو التي لديها سوابق في قضية فرط الحركة وتشتت الانتباه، والثاني يكون رفيق الشخصية القليلة الاجتماعية الدقيقة، حيث أن الشخصية اللي تكون عندها دقة عالية و perfection وتكون منعزلة، أحيانا تكون منعزلة متأخرة في بناء قدرات تواصل عميق وتفهم ومرونة، غالبا يعني تدخل في باب العناد من عدة أشياء. هنا ليس العناد متعة، إنما العناد يتم لأن الشخص لا يستطيع أن يتفهم دواعي طلب الآخر. يعني الأم من تطلب من الابن أن يسوي شيء ما ينفذ، هو ما يتفهم حاجتها، لأن الخيال عند هؤلاء الأطفال أو البالغين يتأخر في النمو. ودائما نتكلم نقول أن اللعب مع الطفل سواء كان طفل سوي أو طفل لديه اضطراب ينمي قدرات التخيل، وقدرات التخيل التي تنمو عند هؤلاء الأطفال عادة ما تنتهي بمرونة. فالمرونة هي قدرة الإنسان على وضع نفسه في مكان الآخر وتفهم حاجاته أو طلباته، وبالتالي الحكم من خلال التفهم الآخر وظروف الآخر، وبالتالي عدم التعجل وعدم إصدار الأحكام القطعية المبنية على رؤية واحدة من جانب واحد. فالناس اللي عندهم صعوبات في التخيل وخاصة هؤلاء الذين يعني في الطفولة لم يستطيعوا أن يبنوا علاقات قوية أو لم يستطيعوا أن يجدوا فرص قوية تفاعلية فيها نوع من اللعب وحل المشاكل وألعاب تخيلية. وتكلمنا سابقا بأنه كثير من المدارس والمعاهد والروضات يعني لا تركز على اللعب التخيلي، عادة تركز على اللعب المبني على الأمور الأكاديمية، يعني أرقام وألوان وتشابه، بينما هي الأفكار القصصية كلش نافعة. يعني من تتكلم عن قصة وهذا ياخذ دور وذاك ياخذ دور وتمثيل وكذا، هذه دائما تساعد الطفل على أنه يتفهم بأن هناك ناس غيره، هناك كائنات غيره، هناك كذا، فيستطيع أن يخرج من النظرة الروتينية الكلاسيكية المبنية على النظرة الفردية اللي هي تمثل نظرة الشخص للموقف إلى النظرة الأخرى التي قد تكون معاكسة أو مختلفة. فإذا العناد الحقيقة جدا متعب، ويجب أنه نتفهمه حتى نقدر نعالجه. فإذا كان العناد من يعني من صفة الناس اللي هي تستمتع به، وعادة قلنا يكون هو فشيء يعني نتيجة ما يسمى اضطراب داء العناد والتحدي، فإن العلاج فيه يختلف عن ذلك العناد الذي يأتي نتيجة شنو؟ الشخص يكون صعب عليه أن يتفهم ويحب أنه الأمور تمشي بالضبط على مرامه وما يتقبل وجهة النظر الأخرى. هذه الحقيقة اثنينهم هذول عندهم قصور في قدراتهم الذهنية اللي تجعلهم في موقف العناد. هناك أيضا سلوك يحصل ربما يعزز أيضا اللي هو مثلا الدلال أو السبويل، يعني الشخص اللي دائما يطلب أشياء وتجاب له بدون أي رأي ثاني غالبا يصير عنده انفعال إذا الأمور ما مشت على مرامه، ويأخذ مواقف معاندة ومتشنجة، فيظهر وكأنه هو يعاند، إنما هو طفل أو بالغ قد أطيع بكل الأحوال. هناك طبعا كثير من الأمور
تجعل الإنسان في موقف المعاند. هناك شخص يعني أيضا ربما يحب الاختلاف ويستمتع بالاختلاف لجلب النظر له، فدائما يعني يحاول أن يتميز ولا يأخذ مواقف مع الجموع. فعندما يأخذ العناد يعني هنا يكون الرغبة فيه من أجل الاحترام المبالغ أو من أجل أخذ حيز أو كلام من الآخرين، أو يعني يصير محل اهتمام ومحل ترحيب ومحل يعني يأخذ حقوق أكثر من حقوقه باعتباره عنده شيء ربما من ذا العظمة، أو ربما يكون شخص يحب أن يسطع في وسط الجموع، فهو يحب أن يكون الأول، يحب أن يكون مهتم به، لديه نوع من التضخم في الأنا. فهذه أيضا قد تنتهي أحيانا بسلوكيات عنادية. إحنا يجب أن نتفهم طبيعة العناد وليش ده يصدر أسبابه، حتى نستطيع أنه نأخذ مواقف تقلل من العناد، لأن عادة العناد سواء كان الأطفال أو البالغين واحد من الأشياء اللي تخرب البيوت وتخرب العلاقات الاجتماعية، وأيضا تخرب قدرتنا على التفهم مع الآخرين سواء كانوا أزواج أو أصدقاء أو ناس في العمل. فنرجع مرة ثانية إلى العناد اللي يصير عند الأطفال أو حتى البالغين، اللي هو عناد التحدي والرغبة والمتعة بالعناد. هذا الحقيقة يحصل عادة عند الشخصيات اللي عندها فرط في الحركة، ويحصل عند هؤلاء الذين ربما تراهم حتى وأن يعني بلغوا يكونوا قليلي حركة، إلا أنهم يستمتعوا بالخلافات الشخصية ويدخلون معك في نقاشات لا تنتهي لأنهم يحبون الجدل. فدائما عندي أخويا الشاقة واحد من أقربائنا هو يحب الجدل، يقول ها دخلت ويا بالدربونة مالته، هاي الدربونة مالته ما بيها نهاية، يعني الطب ويا بنقاش تظل بس تحكي بس نوصل ما توصل بنتيجة. الله يذكرك بالخير عماد. عماد يقول الدربونة هذا لا الطب ويا بالنقاش، هو يتونس بس يحكي ويعاند وكذا، النتيجة ماكو أي فائدة، غايتنا أنه نوصل للحقيقة، غايتنا نستمتع بالعناد. فإذا هذا نوع من أنواع العناد، قد يكون الشخص بالغ وهادئ لكنه يستمتع هكذا بالمخالفة، يستمتع بالرأي الثاني، ربما يستمتع بالاستفزاز. هذا طبعا على أقل الأشياء وأقل شدة، لكن الموضوع قد يكون أسوأ، فيبدأ الشخص أحيانا بأذى الآخر أو بأخذ المواقف المؤذية واستفزاز الآخر والتنمر على الآخر والتقليل من شأن الآخر والنصب على الآخر. هذا يحصل عادة في أعمار المراهقة، وقد يتقمص الشخص هذا الدور حتى في البلوغ عندما تصبح شخصيته مصابة بالODD، بالإنجليزية يسمى الODD Oppositional Defiant Disorder. فإذا الموضوع طبعا هذا مختلف عن ما يسمى بالCD أو الConduct Disorder. Conduct Disorder اللي هو اضطراب السلوك. اضطراب السلوك هذه صورة شديدة جدا قد تكون مرافقة لداء العناد عند الكبار أو البالغين، وحتى يحصل عند المراهقين وأحيانا عند أعمار الفتوة. الشخص يصل فيه الأمر أن يكون مؤذي للآخر دون أن يشعر بالألم، دون أن يشعر يعني شلون تأنيب الضمير، فتصل فيه الحالة أنه ربما يعني يؤذي الآخر، ربما يعني يضرب، ربما يعني طبعا بالCD يعتبر انحراف شديد في السلوك البشري، قد يؤدي فيه إلى مراحل كبيرة من الجريمة والأذى المقصود. يعني هذا CD احنا نعتبره يعني شيء قبل الانتي سوشيال بيرسوناليتي
أو يعني قد يكون معها مع الشخصية اللي هي سايكوباثية أو الشخصية المؤذية للمجتمع أو مؤذية للناس، اللي معروفة بأنه لا تتألم عندما تؤذي الآخرين. يعني هذا الشيء شديد، هذا طبعا نادر يحصل عندنا بنسبة قليلة، لكن احنا نتكلم عن السلوك البشري العادي المعاند. لكن السلوك من يكبر ويعالج بصورة خاطئة من الأهل، ومن هناك موروث جيني، فإن الأمر قد يعني يستفحل، يصل إلى مراحل الرغبة بالأذية والرغبة بالسرقة والرغبة بالتنمر الشديد و الدخول بمؤامرات خطرة على الأشخاص ربما الآخرين. فإذا هذه صورة من صور العناد، بس إحنا ما ينتشر عندنا هو في البيئة هو هذا العناد، اللي عادة واحد يكون من مضاعفات فرط الحركة وتشتت الانتباه. فلذلك إحنا تكلمنا سابقا بأنه هذه الاضطرابات يجب أن تعالج، لأن تركها وربما سوء إدارتها ومعاملتها من الناحية السايكولوجية قد تؤدي إلى مشاكل معقدة جدا في المجتمع، وتؤدي إلى أشياء قد تهلك العائلة. يعني هناك عوائل تأتي تقول تعبنا، انتهينا، بالمدرسة يجي مشاكل، بالجوارين مشاكل، بالشارع مشاكل، فنود نروح زيارة، يعني مشكلة كبيرة. فهذه مشكلة طبعا يجب أن تعالج، ويجب أن يحرصون الأهل على علاجها، لأن تركها بدون علاج يعني مأساة كبيرة على مستقبل هذا الطفل وعلى مستقبل العائلة وربما على علاقاتها مع الناس المحيطة. فالعناد بهذه الصيغة سواء كان البسيط منه أو الشديد يعني يجب أن يسترعى انتباه الأهل، هو ليس في الغالب سلوك بشري يعني ربما مقصود، إنما هو جزء من ضرر بيولوجي عادة ما يكون في منطقة قدرة الإنسان على السيطرة على الذات، وقد يكون فيه موروث جيني في هذه الحالة. إذا كان فيه موروث جيني تتعقد الأمور، لأن الأب ربما إذا كان أيضا سابقا من أصحاب الشخصيات العنادية أو لا يزال، قد يكون لديه شيء من فرط الحركة للبالغين، تشوف أب يعني يقامر، أب ربما يحب يدخل في صراعات في مشاكل ويصرف فلوسه في مواطن مو صحيحة ومشاريع عشوائية وكذا، ونظام الأولويات مضروب وكذا. فإذا كان الأب لديه شيء من داء العناد والتحدي أيضا، فإنه غالبا ما يعامل الابن معاملة سيئة بسبب انفعاله السريع أيضا، ويعقد المشكلة لدى الابن. وغالبا ما يكون متموج هذا الأب بسبب انفعاليته المكررة وعدم السيطرة على مشاعره. فتراه أحيانا، وهذه دائما يقولها روسيل باركلي في كتابه اللي هي ADHD Textbook، يقول أن هذا الأب الذي يعاقب الابن عقوبة شديدة على سلوك بسيط ويترك الابن بدون أي عقوبة على سلوك كبير، يعني مثلا ابن يسوي مشكلة كلش كبيرة هو يضحك، بالجهة الثانية ابنه يسوي مشكلة كلش بسيطة يرسله ويبسطه ويكتله. فشي يسوي هنا عندما يتصرف الأب اللي عنده شيء من هذا العناد أو هذه المشكلة في السلوك، يعني بطريقة يعني غير منظمة، يعني طبعا شي يصير عنده في الحالة، الابن اللي قاعد يتربى يعني يفقد بوصلة التنظيم، فلا يستطيع أيضا أن يتنظم لأن بوصلة التنظيم الأب هي عاطلة، فهو يعاقب بطريقة غير منطقية وكمرجعية تربية يكون غير ناجح، أو الحقيقة يعني هو المشوش لأن يستنبط الابن سلوك سوي، فراح تكون الأمور معقدة جدا. فالعائلة عادة اللي يدخل فيها يريد يحل مشكلة يقول يعني خل أطلع خل أحافظ على مقياتي، لأن لا الأب بمجال نقدر نحكي إياه ولا الابن نقدر نتفاهم وياه، الأمور عالقة. وأحد المرات يعني أم جتني قالت يا أخي راح يخبلنا الأب، يا بشبي قول يعني إذا أخطأت بنت أو شوية عندته وهي بنت عندها عناد مثله يكسرها يزورقها، بيقول بيتنا يعني صاير عبارة عن فلان عاند فلان وفلان كتلها وفلان بسطها. طبعا يعني هذه البيئة خطرة جدا،
لأنه عادة توفر يعني بيئة للانحراف الانفعالي المربوط بالانتقام ورغبة الانتقام، وهذا موضوع جدا معقد. فأنا أتوقع هذا طبعا الحمد لله هذا النوع من العناد يعني بطبعه هذا مو كلش كثير متواجد، اللي هو مترابط ويا فرط الحركة وشتت انتباه. أكثر العناد اللي إحنا نشوفه في العيادة مثلا أو في البيئة اللي نسمعها هو عناد قصور في التفهم. القصور اللي يحصل بالتفهم يحصل بسبب عدم قدرة الشخص طفل أو بالغ بأن يتفهم مشاعر الآخرين، رغبات الآخرين، مواقف الآخرين، فتجد عادة يعني يعاند. وكثير من الأمهات يقولون مثلا ابن كل شيء عاند، موتني هذا، فدي عاند. طبعا دائما يذهبون باتجاه مواقف مسبقة، لا هو يفتهم ويعاند، هو هيجي وهو خبيث وهو يعرف شلون يستفزنا. الواقع هذا الشيء أنا أعتقد مبالغة، وغالبا الموضوع اللي يخص صعوبات تفهم المشاعر عند الأطفال الذين لديهم أما تشوش أو تحد أو تهيج عقلي أو صعوبة في بناء علاقات يعني جيدة، أو عادة يكونوا فاقدين للمرونة، وبالتالي ليس لديهم قدرة على أن يتخيلوا الآخر، فعادة ينظروا إلى الأمور بمنظار الدقة اللي هم يشوفوها. يعني يقول لك أنا اللي دا أسويه هو الصحيح، وأنت دا تطلب من عندي شيء ما بمعنى، وأنت المفروض أنا ما أطيعك. فصير هذه المشكلة، يا بتعال هيجي تعال هيجي، فالابن ما يطيع الأم أو ما يطيع الأب. ليش؟ لأنه هو ما قاعد يتفهم الأم طلبها مبني على أي أسس، وما دا يقدر يتفهم مشاعرها ويقدر حاجتها. لكن غالبا الأم من تقوم تبكي أو يصير عليها أذى ظاهر تتمرض، تشوف هذا الطفل المعاند يقوم يبكي وياها ويتألم وياها لأن هو فعلا يحبها. لكن قصور الحقيقي في قدرته على تفهم طلب الأم وأسسه ومشاعره، فإذا ظهر منها ظاهر بحيث يستطيع أن يفهم بأنه هي فعلا تألمت من خلال سلوكها الخارجي، راح يصير عنده تفاهم. من يصير عنده تفاهم بسبب تحول هذه المشاعر إلى شيء ملموس عنده ليس تخيلي، فيحصل عنده تفاعل مبالغ، وربما يقوم يرجف ويخاف عليها ويبوس بيها ويحضنها. فلذلك المفروض من الأم إذا شافت ابنها مو كلش يتفهم أن تظهر مشاعرها الأليمة على شكل سلوكيات ربما يفهمها بأنه تألمت، يعني تطلع دمعة أو تخلي إيدها هيك كأنما أو جرجر بخشمها، بمعنى تظهر بأنه هي متألمة حتى يستطيع أن يتفهم. هذا الموضوع موضوع صعوبة التخيل، وخاصة أكثر شيء يصير في ضعف قدرتك أو قدرة الشخص اللي معاند على تخيل المشاعر اللي هي المشاعر المؤلمة أو المفرحة، لأن المشاعر أصعب شيء في التخيل، هي لها علاقة في قدرات هذا الطفل أو البالغ في أنه ينشئ قدرات تواصلية مبنية على التفهم. وطبعا قد يكون المعاند من النوع الذي يصر على رأيه لأنه هو لديه رغبة كمال، يعني أنت نوع من التهيج الذهني اللي دائما ما يكون مقرون بأنه الأمور يجب أن تكون على ما أريد ويجب أن تكون صحيحة، وياها صعوبة تفهم المشاعر، فأصبح ملحا مصرا على رأيه ناكرا ومهملا لرأي الآخرين وغير متفهم لمشاعرهم. وهذه طبعا مشكلة كبيرة تؤدي عادة ما يسمى بالديتاتشمنت، خاصة بين الأزواج. واحدة من أسباب الانفعال المتكرر بين الأزواج وربما الانفصال المشاعري هي عدم قدرة الزوجة أو الزوج في الغالب واحد منهم، بس على ارتحنبات الزوجة تكون، لأنه المرأة غالبا لديها تهيج عاطفي فصعب عليها أحيانا تتفهم الشيء المعقول. رجل عقلاني يعني بسبب خروجه من البيت وكونه السبب الرئيسي للرزق، فهو يعني ما يركز كثير على المشاعر المرأة. فالمهم
هذه السلوك هذا المعاند او السلوك الدقيق او الرغبه في الانهاء المستعجله اللي عاده تكون رفيقه العقول المتهيجه، عاده تكون سبب لانفصال الانسان شعوريا عن الطرف الاخر. وهذه طبعا يعني نحاول ان نثقف فيها على فيديو اخر على اسباب مثل ما نقول ضعف العلاقات او 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 فشل العلاقات الزوجيه المبني على اختلاف القدرات الذهنيه في التفهم بين الازواج. الكثير من الفيديوهات اللي تنشر في اللي تنشر في اليوتيوب او في الفيسبوك اللي تتكلم عن العلاقات الزوجيه تهمل جانب جدا حيوي في قضيه فشل العلاقات الزوجيه اللي هو اختلاف الطباع المبني على البيولوجي. عادة يعتقدون بأن الخلافات هي سببها مثلا قصدي، انه فلان ينتقم، فلان يخون، فلان يعني يكذب، فلان كذا، وهذه الحقيقة عوارض المشاكل وليست أسبابها. يعني الإنسان ربما اللي يخون أو ربما هذا غير مبرر طبعا بكل الأحوال، أو الذي يكذب أو الذي هو ما جاءت هذه نتيجة مثلا لما نقول قناعة ثابتة راسخة بسبب الإيمان مالته بضرورة استخدام هذا السلوك مع الطرف الآخر، لكن على الأرجح تأتي بسبب فشل وإحباط متكرر بين الطرفين في أنه ينشئ علاقة مستقرة بسبب اختلاف الطباع. وسنتكلم إن شاء الله في حلقة ثانية ما هو أسباب الخلافات الزوجية التي تؤدي إلى ضعف المشاعر بين الأطراف بين الأزواج، واللي تؤدي إلى تكرار عدم استقرار الحياة الزوجية. وسنتكلم فيها عن الأسباب والفروقات البيولوجية بين الأزواج اللي عادة أن تكون سبب لضعف المودة وانهيار المشاعر وتهديد استقرار العائلة. أتمنى أكون فدتكم في هذه الخاطرة أو في هذه المحاضرة اللي تكلمنا فيها عن العناد لدى الأطفال والبالغين، الأسباب والمسببات والأنواع. شكرا، في أمان الله.